المزارع المخادع. يحكى أن مزارعا مخادعا قام ببيع بئر الماء الموجود في أرضه لجاره مقابل مبلغ كبير من المال، وعندما جاء المزارع الذي اشترى البئر ليستخدم الماء الموجود فيه في اليوم التالي، قال له الرجل المخادع: اذهب من هنا أيها الرجل، فأنا قد بعتك البئر، لكنني لم أبعك الماء الموجود فيه. دهش الرجل مما سمع، وتوجه إلى القاضي ليشتكي المزارع المخادع له، بعد محاولات عديدة لإقناعه بأن البئر والماء الذي فيه من حقه. سمع القاضي القصة وأمر الرجل المخادع بالحضور، ثم طلب منه أن يعطي الرجل بئره، إلا أنه رفض، فقال له القاضي: حسناً، إن كانت الماء لك والبئر لجارك، فهيا قم وأخرج ماءك من بئره إذن. جن جنون الرجل المخادع، وعرف أن الخديعة لا تضر إلا بصاحبها.